يلا روحي يا هجة روحي اكلتي فريق همة انس برا روحي انس افتحه كده شوية القلب يدق انتوا عارفين يا شباب انه الان اجتزنا شوط كبير من البرنامج يعني الخروج في بداية البرنامج يعني ممكن يكون اهون من انك توصل او تقرب للنهائيات وتخرج في وقت زي هذا شمراني نستريح والله يسعدكم يا شباب شكرا لك عبد الله شكرا يا انس شكرا اويس شكرا عبد العزيز شكرا يا فاروق ممكن شخص فيكم يكون اخذ درجه كبيره من الحليف اللي هو القائد لكن ما حالف الحظ في التصويت حابين نبدا بفريق همه او قمه حنبدا بفريق همه همه اويس وعبد العزيز وفاروق كانت اقل درجه وهي عاليه ما شاء الله اليوم اقل وعاليه طبعا ادائكم جدا كان جدا جدا جميل والدرجه كانت جدا عاليه من الحليف وكانت الدرجه 86 من 100 هذه أقل درجة أقل درجة 86 من 100 لا صراحة احنا حنقول أقل درجة فقط هذا اللي اتفقنا عليه تبون نقول على درجة أعلى درجة أعلى درجة في فريق هم نقول أعلى درجة هي 96 من 100 ما شاء الله تصويت سهلون والله شباب تصويت خاف الله فين ذا عشان كذا اقول لكم انا اقول لك وين انشر الجمهور دائما تواصلوا معاه تفاعلوا معاه اي شخص فيكم حيتفاعل مع الجمهور الجمهور مشكور وما يقصر حيتفاعل معاكم حاب اقول يا اويس ويا عبد العزيز ويا فاروق كنتم مبدعين حنشوف اقل درجه في فريق قمة سايبنا معلقين كانت أقل درجة 75 من 100 75 من 100 أعلى واحد هذا أقل شخص فيكم أعلى واحد فيكم إما أنس أو عبد الله كانت فرق جدا شاسع كانت 95 من 100 ما شاء الله تبارك الله شكرا لكم جمهورنا على تفاعلكم في التصويت واتمنى انكم دائما توقفوا مع الشباب طبعا في شخص فيكم حيكون معانا في 130 شخص من قمة وشخص من همة حيكون معانا من فريق همة أو قمة أقل شخص فيكم نقاط معروف صح يا عبد العزيز معروف جزاك الله خير معروف ما فايدة ملاحظة عند جهاد يلا يا جهاد جدا رائع جميل وقوي جدا ويعني ومحرج لنا حلو فإحنا لو أعطينا كل الشباب لو إحنا الآن لو إن الشباب يلومونا مثلا إنه إحنا فوحدنا الدرجات بحيث انه صارت يعني الجمهور والحكم نسبه التصويت عند الجمهور فهي الفارق فما حد يلومنا يعني يا اخوان لانه الان لو اعطيتهم كلهم 50 جميل 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 لو اعطيتهم كلهم الدرجه كامله ما حد يلومني التصويت جزء من اللعبه والله ايش نسوي بس زي ما قلنا جمهورنا ما قصر طيب حنعرف فريق همة لا حول ولا قوة
حيكون معانا من فريق همة. والله نتيجة جدا صادمة. جاني الاسم وأقول له شد حيلك وحليفك التوفيق يا أويس الحسين. يا قلبي يا قلبي قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. طبعا مسكين من الهم بدأ يفضفض وينشد. أويس حاب أقول لك حتفضفض لا تشيل هم بس اتجه للكافي الان. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يلا سلام عليكم. يعطيك العافيه ويس. تعرفنا الان فريق همه حيكون معانا في 130 من المنشدين ويس الحسين. اما فريق قمه عبد الله السفلي وانس الحامد. الله يعطيكم الصحه والعافيه. هل حيكون معانا للمرة الأولى عبد الله السفلي أو حيكون معانا للمرة الثانية على التوالي أنس الحامد؟ حيكون معانا نسمع أويس. أويس حنسمع اللي حيخاويك إلى الكافي. حيكون صاحب الحنجرة الذهبية صاحب الصوت الشجي من فريق قمة عبد الله أو أنس. أنس أو عبد الله. حنقول اللي حيلحق أويس وحيكون معنا في 130 هو أنس الحامد. يعطيك العافية وشد حيلك وحليفك التوفيق ويا رب توفق الشباب جميعا. جمهورنا الكريم زي ما عرفتوا الآن معانا بإذن الله حيكون في 130 أنس الحامد من فريق قمة وأويس الحسين من فريق همة. كانوا مبدعين كانوا متألقين كانوا نجوم. أنا عن نفسي انصدمت في هذا اليوم لكن هذه شروط المسابقة وهذا نظام المسابقة وإن شاء الله ربي يوفقهم وبإذن الله يرجعوا جميعا ولعل وعسى يكون في أحداث كذا جميلة. أهلا شبراني.